صباحكم خير وسعادة وفرح، أهلا بحضرتكم مشاهدي قنوات On Time Sports في كل مكان. حلقة جديدة من صباح On Time النهاردة هنناقش وهنحلل أبرز موضوعاتنا الرياضية، وبالطبع لا صوت يعلو فوق صوت بالتأكيد مهرجان العالمين في النسخة الثانية واللي مكسر الدنيا بالتأكيد، ومجموعة من الحفلات هنستعرضها مع حضراتكم إن شاء الله هتكون النهاردة وبكرة في مدينة العالمين الجديدة تحت شعار العالم عالمين. هيكون عندنا تفاصيل كتير وموضوعاتنا وأبرز أخبارنا الرياضية هكون معاكم لمدة ساعة ونص من دلوقتي. فرح علي في صباح On Time. نبتدي كلامنا عن الحدث السياحي الأهم والأبرز حاليا في مصر وكمان في العالم العربي، كل يوم بياخد اهتمام أكبر وداخل وخارج مصر، وهو طبعا بالتأكيد مهرجان العالمين. بيقام في نسخته الثانية في صيف 2024. مهرجان العالمين بيقدم في نسخته الثانية ومع بداية أسبوع الثاني باقة متنوعة أيضا من العروض والفعاليات الترفيهية والثقافية، بالتأكيد بتتناسب مع كل أفراد الأسرة، ودي أهم نقطة على فكرة بالنسبة للمهرجان وفعاليات المهرجان والقائمين على المهرجان اللي كانوا مهتمين إن هم من خلال الحدث ده إن هم يغطوا كافة احتياجات ومتعة جميع أفراد العائلة. طبعا كل حدث هناك بيتناسب مع كل فرد من أفراد الأسرة سواء إذا كان رياضي فني ثقافي، مفيش حد تقدر تقول عليه مش مناسب انه هيلاقي الحاجة اللي هو عايزها هناك. اي فئة عمرية انت بتدور عليها هتلاقي لها الشيء اللي يساعدها واللي يبسطها ويلاقي الانترتينمنت بتاعته على مدار بنتكلم في 50 يوم في المهرجان، بنتكلم على اكبر عدد من الايام اللي طبعا ابتدى يوم 11 يوليو وهينتهي يوم 30 اغسطس باذن الله. ده بالتأكيد في اطار السعي لتقديم تجربة افضل كل سنة وتجربة ترفيهية مميزة لكل الزوار اللي هيكونوا متواجدين هناك. جدول فعاليات اليوم طبعا من مهرجان العالمين هيكون كالتالي، زي ما استعرضنا معاكم كل الايام اللي فاتت عاوزين نقول الايام القادمه هتكون عامله ازاي. امبارح هنستعرض معاكم برضو اليوم كان مميز جدا يوم رياضي، هقول لكم مشي ازاي وهفكركم وفكر الجمهور برضو الحفلات اللي يقدروا يروحوها في 8 ايام المهرجان اللي هي ان شاء الله هتكون النهارده. امبارح كان في اكتر من فعاليه، يمكن ابرزها كان عربيات الطعام والاكل اللي موجود على البحر، ودي فعاليات على فكره بتقام في منطقه مخصصه لده لتناول اشهى المأكولات البحريه الطازجه، وده طبعا بيبقى على كورنيش العالمين. وكمان مهرجان اللمه اللي كان فيه مجموعه كبيره من الانشطه الاجتماعيه والترفيهيه اللي مناسبه لكل افراد العائله زي ما قلت لكم. اكلات منطقة ألعاب للأطفال عايزة أقول لكم بقى دي خطيرة جدا جدا، من أجمل الأماكن اللي بقت موجودة بعد أو من خلال كده وانت ماشي على الممشى السياحي تلاقي قدام شوية منطقة ألعاب كبيرة جدا بقت مخصصة للأطفال. وعلى فكرة هنا ما بقولش الأطفال بس، ليه؟ لأنك كمان هتشوف ألعاب ممكن الكبار يمارسوها، ودي بقى مخصصة ومعمولة على أعلى الدرجات وعلى أعلى الكفاءات علشان يقدروا الكبار إن هم يستمتعوا، يعني بنقول ملاهي للكبار وللصغار، فدي على أعلى مستوى ومجهزة إن هي يكون فيها إمكانيات عالية جدا متواجدة وهتشوفوها وتستمتعوا بيها في مهرجان العالمين.
أما بقى في مجال الرياضة، امبارح كان افتتاح بطولة البادل، مشاركة النجوم الكبار طبعا الصقر الكابتن أحمد حسن والكابتن سيد معوض. وهقول لكم إن تفاعل الجمهور امبارح معاهم كان عالي جدا. وجود أحمد حسن وسيد معوض كان إيجابي في أول أيام المهرجان، جمهور كان متواجد بيشجعهم، راح علشان يلتقط الصور التذكارية. والحقيقة دايما نجوم الكرة بالتحديد في أي مكان بيخطفوا الأضواء، لأن هي دي اللعبة الشعبية الأولى، ما بالك بقى لما يكون نجوم اللعبة الشعبية الأولى وبنجوميتهم وبمحبينهم متواجدين عشان يكونوا بيمارسوا رياضة أصبح ليها شعبية كبيرة جدا جدا، وهي البادل. فبقى الناس بيكونوا متحمسين لها جدا، بيحبوا إن هم يروحوا علشان يتفرجوا عليها. تعالوا نروح معاكم دلوقتي نعيش اكتر الاجواء عامله ازاي هناك، ونشوف لقاءات ايضا مع الكابتن احمد حسن وكابتن سيد معوض من خلال مهرجان العالمين، ونرجع لكم نكمل كلام. سعيد جدا جدا بالاجواء، يمكن دي مش اول مره اكون هنا. انا كنت موجود السنه اللي فاتت، ويمكن عملنا المباراه اللي هي كانت مباراه الجيل الذهبي، وكان كل النجوم الجيل اللي هو حقق نجاحات وانجازات لمصر كله كان موجود السنه اللي فاتت. واعتقد اني السنه دي انا شايف ان في الموضوع بقى افضل، الاجواء حلوه فعلا. العالمين الجديده حاجه ممتعه مش بس لينا احنا كمان كمصريين. انا سعيد جدا جدا بالتواجد الاخوه العرب اللي موجودين، بالاجانب اللي موجودين في الاوتيل، يعني بجد حاجه فعلا تاكد ان 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 في سياحه موجوده، سواء سياحه عربيه سواء سياحه اجنبيه، وده الهدف اللي اعتقد اللي تم انشاء العالمين الجديده للهدف ده. فاكيد الواحد بيبقى فخور ان احنا عندنا حاجه حلوه كده نفتخر بيها قدام الناس كلها. ربنا طبعا اكيد بينعم علينا بجو حلو طول السنه، عندنا بحر من احلى الشواطئ اللي موجوده، شواطئ من احلى الشواطئ اللي موجوده في العالم كله. فبجد يعني الواحد سعيد جدا جدا، و يعني ان شاء الله باذن الله دايما من تقدم لتقدم ان شاء الله باذن الله. هيبقى عدد كبير من النجوم هيبقوا متواجدين، اغلبيتهم لعيبه دوليه ولعيبه اهلي ولعيبه زمالك، وان شاء الله الهدف من المباراه هو نبذ التعصب، لان احنا مش عايزين اي تعصب خالص، عايزين ان احنا في الاول وفي الاخر منافسه شريفه. اتمنى ان المنظومه الرياضيه كلها، لعيبه ادارات كل المنظومة الرياضية، تفهم ان في الاول وفي الاخر احنا بنتنافس منافسة شريفة، محدش يدخل في وسطنا ويبوظ الاجواء الحلوة بتاعتنا. لان في الاول وفي الاخر زي ما بقول كلنا اتبسطنا لما الاهلي فاز بدوري الابطال والزمالك فاز بالكونفدرالية، في الاخر هم بيمثلوا مصر. المنافسة يجب ان هي تكون منافسة جوه الملعب، مش عايزين زي ما بقول يعني الهدف من المباراة اللي جاية دي ان احنا بجد بنوصل رسالة للناس كلها، يا جماعة احنا اخوات جوه وبره الملعب، لان في الاخر اللعيبه دي كلها اللي بتنافس بعض، سواء اهلي زمالك بيراميدز اسماعيلي مصر، كل الانديه الجماهيريه اللي موجوده في الاخر هم بيتلاقوا مع بعض في المنتخب، بيبقوا واحده بيبقوا كلهم على قلب رجل واحد، وهو طبعا ان هم بيمثلوا بلدهم. فاتمنى ان نقلل التعصب، والناس اللي بتحاول تخلق نوع من انواع التعصب ان احنا يعني كلنا نقف ضدها، ودايما ربنا يحمي ان شاء الله بلدنا، وان شاء الله المنظومه دي تبقى افضل في اللي جاي باذن الله ان شاء الله. زي ما شفنا كلام الكابتن احمد حسن، واللي بيأكد فيه على انه احنا فعلا عندنا شاطئ من اجمل الشواطئ، عندنا الشواطئ والمناخ. لما تتفرج على السياح المتواجدين هناك اللي حريصين جدا ان هم يكونوا متواجدين في مدينه العالمين الجديده، والجمال بتاع الطقس والشواطئ والميه عامله ازاي، فعلا تقول ان هي مدينه السحر والجمال. تعالوا نروح معاكم اكتر ونعيش اجواء مدينه السحر والجمال مع الزميل العزيز ابراهيم عمر، واللي متواجد هناك من قلب مدينة العالمين الجديدة. بنرحب بيك يا إبراهيم، صباح الفل عليك. فرح، صباح الفل عليك، وصباح الفل على كل مشاهدي من تايم سبورتس في كل مكان. أحلى صباح
بيكون من داخل مدينة العالمين الجديدة، يمكن من أحلى أماكن العالم، من أحلى شاطئ العالم، مدينة العالمين الجديدة ومهرجان العالم عالمين. يا فرح لو أكلمك النهاردة، النهاردة الخميس أول يوم في الويك إند، النهاردة فعاليات كتير وأحداث كتير هتكون موجودة النهاردة في مهرجان العالمين. لو هبدأ لك بقى عندنا الفقرات كتير، فقرات فنية وفقرات ثقافية وفقرات رياضية. لو هبدأ لك بالفقرات الفنية، فهي الحفلة اللي بتقام لأول مرة للقيصر نجم الكبير الفنان كاظم ساهر، يعني أول مرة يكون موجود في العالمين وموجود في مهرجان العالمين. يمكن هو كان ليه حفلة من حوالي أسبوعين أو ثلاث أسابيع في القاهرة، بقاله كتير جدا ما غناش في مصر، لكن النهاردة إن شاء الله يغني قدام الجمهور بتاعه كله. الجمهور اللي هيكون كومبليت النهاردة، يعني التذاكر كلها تقريبا نفذت النهاردة حفلة الفنان الكبير كاظم ساهر، يمكن دي هتكون النهاردة موجودة. لو هقول لك بقى الفعاليات النهاردة إيه، يمكن حفل فنان كاظم ساهر النهارده في الميوزيكال ارينا، الارينا العالمين اللي هي بيتقام فيها الحفلات. عندنا برضو حفله عندنا المسرح الروماني، يمكن المسرح الروماني النهارده بيستضيف حفل اساتذه بيت العود، وده بيقام برضو لاول مره في مهرجان العالم عالمين. عندنا برضو مسرحيات، يمكن دي المسرحيات اللي السنه دي، كمان السنه فاتت ما كانتش موجوده، لكن السنه دي موجود، ان هيكون هيعرض مسرحيات ومنها مسرحيه فيلم رومانسي اللي هتعرض النهارده ان شاء الله في النورث سكوير. عندنا بقى السباقات بقى الرياضيه، الفعاليات، عندك فعاليات بطوله السله، عندك النهارده يعني هو مش سباق كده، هو تحدي ما بين الناس اللي بتشارك، وتحدي بين الشباب مين اسرع بالكوره، مين ياخد الكوره ويقطع بيها يعمل بيها سبرنت، ياخدها من الملعب بطول الملعب الخماسي كده مين اسرع. ده هيبقى سباق جميل جدا النهارده. عندنا العديد من الفقرات، عندنا العديد من الشهات اللي هتتم النهارده داخل العالمين الجديده والعالم عالمين. يمكن دي ابرز ما لدينا النهارده فرح، والكلمه تعود اليك، تفضلي. شكرا جزيلا ليك يا ابراهيم. زي ما احنا شايفينك معانا متواجد دلوقتي على الممشى السياحي، وبالتاكيد بتسعد بكل الاجواء، وكنت بتكلم على انه قد ايه الجو جميل، الناس متواجده. شفنا كمان الممشى السياحي بالليل حاله خاصه جدا، بيفكرنا بالصيف بقى زي ما بنقول كده اللي على اصوله. بنشوف الناس اللي جايه من كل مكان عشان بس تتمشى على الممشى السياحي، الجو الجميل، يشوفوا يستمتعوا بجمال الابراج اللي متواجده هناك، مناخ الطقس، المتعه انك انت تشوف مناظر جميله. فالحقيقه انه دي من اجمل الحاجات اللي الناس فعلا بتاخدها كخروجه بالليل، هي الممشى السياحي. وزي ما قلنا الممشى السياحي هو اطول ممشى متواجد، يخليك انك انت تروح مع اسرتك، ويخليك ان انت تستمتع من اول اليوم لاخره، تقدر تاخد وتلتقط الصور التذكاريه الرائعه في كل مكان، ويكون وراك الابراج. شفنا ناس كتير جدا واقفه ان هي تلتقط الصور التذكاريه. ليه؟ لان احنا بنتكلم على مدينة السحر والجمال، وبنتكلم على كمان فكرة ان يكون عندك مش فقط مناظر رائعة، عندك جهد كبير جدا جدا علشان تشوف تحفة معمارية رائعة، تقدر من خلالها انك انت تلتقط صور للتاريخ، وتقدر انك انت تحتفظ بيها مع اسرتك في المناطق الجميلة في مدينة العالمين. هنتكلم كمان على فعالية من الفعاليات اللي شايفينها على مدار اليوم على فكرة كمان هناك في مهرجان العالمين. طول ما احنا قاعدين كده بنشوف الباراموتور وبنقعد نفكر هي ايه الرياضة دي؟ هي الناس دي بتصير ازاي كده؟ الباراموتور ده زي ما حضراتكم شايفين على الشاشة فرصة انك تستمتع بتجربة رائعة رائعة مثيرة فوق سماء العالمين. وعلى فكرة علشان انت تجرب التجربة دي مش لازم تكون يعني انت متمرسها، او مش لازم تكون هي الرياضة اللي انت بقالك سنين بتمارسها، لأ، في حد بيعلمك بيكون متواجد معاك وفي الفعاليات بتاعة الباراموتور متواجدة على مدار مهرجان العالمين كله. وزي ما انتوا شايفين الموضوع في قمة الروعة والمتعة، وانك انت تستمتع بلحظات جميلة جدا جدا جدا، غير ان الناس اللي قاعدة تحت بيستمتعوا بالمشهد الجميل ده، لا كمان اللي بيفكر ان هو يخوض التجربه بيشعر بشعور مختلف تماما. ودي من اجمل الحاجات المتواجده السنه دي في فعاليات مهرجان العالمين الجديده. فعاليات الكارتينج كمان، ومن حاجات الجميله قوي 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 هي سباق السيارات. سباق السيارات المفتوحة لمحبي السرعة والمغامرة كانت متواجدة في فعاليات امبارح، وهتكون كمان متواجدة النهاردة برضو في فعاليات اليوم الخميس بإذن الله. وده من الحاجات اللذيذة والممتعة اللي يقدر يمارسها أفراد العائلة.
بالإضافة للكرة الشاطئية وكرة الطائرة الشاطئية على شاطئ العالمين واللي كانت موجودة امبارح الخميس، اتكلمنا عليها برضو الأسبوع اللي فات واستمتعنا في أول ظهور لفريق الكرة الشاطئية، والأسبوع اللي فات برضو استمتعوا وشفنا لهم مباراة من المباريات القوية جدا. قلنا على مدار المهرجان والمسؤولين من إدارة المهرجان أكدوا لنا إن هيكون في استضافة لنجوم الكرة الشاطئية ولنجوم المنتخب في الكرة الشاطئية علشان يتواجدوا ويكونوا بيشجعوا بقى الفرق، لأنه طبعا زي ما حضراتكم عارفين على مدار أيام المهرجان بنبتدي نشوف بقى الفعاليات بتشتعل أكتر والمنافسة بتكون قوية ما بين الفرقتين. طبعا النجوم حرصهم إن هم يكونوا متواجدين ويشجعوا ويأزروا الفرقتين من اللحظات الجميلة جدا جدا جدا. طبعا ده بالإضافة لفعاليات امبارح بتقام فقرات السيرك القومي، عروض رائعة ومبهرة بتناسب كل أفراد العائلة، بالإضافة لفقرات فنون شعبية واستعراضية، عروض فولكلورية متنوعة من مختلف أنحاء مصر، عاملة كده زي ما بقول لكم نوع من أنواع البهجة، الفرح، الحفلات الكرنفالية اللي التنورة التراثية برضو متواجدة من الحاجات الجميلة جدا جدا جدا. فيما يخص الحيوانات الأليفة، الكوكو كابانا منطقة مخصصة لرعاية الحيوانات الأليفة، كلمتكم قبل كده عنها وقلت لكم على فكرة دي حدوتة كبيرة جدا لوحدها، هي على مدار 15 يوم وبتقدم مختلف الخدمات لأصحاب الحيوانات الأليفة، تقدر تروح يكون معاك الحيوان الأليف معاك تستمتع وهو كمان يستمتع، وتكون عايز انه انت تبتدي بقى تتحرك براحتك، وده من خلال انك انت تكون مطمن عليه، بيقدموا له طبعا سواء اذا كان الاكل، كمان بيقدموا له تدريبات على مدار اليوم، ممكن يعملوا له نيو لوك. اتكلمت معاكم في تفاصيل الحاجات دي على فكره ممتعه جدا، للناس اللي عايزه تحجز تقدروا تدخلوا على الموقع الرسمي للمهرجان وتحجزوا موعد للحيوان الأليف الخاص بيكم علشان تستمتعوا ايام المهرجان. دي كانت ابرز فعاليات الامس في اليوم السابع لمهرجان العالمين الجديده. النهارده في اطار فعاليات اليوم الثامن للمهرجان عندنا اكثر من فعاليه ان شاء الله، والحدث الاهم والابرز بالتاكيد هو وجود النجم العراقي القيصر قازم الساهر اللي هيكون في مسرح العالمين. دي الحفلة المنتظرة بعد نجاح حفلة الكينج محمد منير في أول أيام افتتاح المهرجان واللي لاقت نجاح كبير جدا جدا. النهاردة موعدنا مع القيصر اللي بنقول له أهلا بيك في مدينة العالمين الجديدة، نجم قازم الساهر اللي اعتاد على فكرة على وجوده منذ زمن يعني سنوات وسنوات طويلة. كاظم الساهر على فكرة متواجد دايما وحاجز مكانه أساسي في المسرح الروماني في مدينة الساحل الشمالي، منطقة الساحل الشمالي اعتادت على وجود كاظم الساهر، لكن لما يجي علشان يشوف مدينة السحر والجمال مدينة العالمين الجديدة ويخطو خطواته الأولى في المدينة بتقديم أولى حفلاته هناك مع عشاقه. وهنا على فكرة لما بقول عشاقه ما بقولش عشاقه من الأجيال الحالية فقط، ده الأجيال الحالية ابتدت ان هي تعشق النجم كاظم الساهر، بتكلم على الاجيال بقى كلها، افراد العائله كلها، انت هتلاقي العائله كلها متواجده علشان تكون بتستمتع بالنجم كاظم الساهر. بنقول له اهلا بيك. اغاني كاظم الساهر طبعا من بدايات حضوره في المهرجان زي ما بقول لكم على مدار السنوات اللي فاتت في مصر عموما في فتره التسعينيات، اغنيه سلامتك من يا مستبده، اغنيه ها حبيبي، كتير قوي يعني لو قعدنا نفتكر كده مع بعض ذكرياته الجميلة اللي محفورة في أذهان الجمهور المصري اللي بيعشقه ودايما بيستنى وبيستنى حفلاته بتكون كومبلي عمرها ما بتتنسي. علشان كده الإقبال على الحفل من خلال شركة تذكرتي كان رائع جدا وكان كبير جدا، والنهاردة هنشوف ونتابع تاني أكبر الحفلات في مهرجان العالمين الجديدة حفلة النجم كاظم الساهر. كمان النهاردة في العديد من الفعاليات المتنوعة، أبرزها كانت مسرحية فيلم رومانسي، وده عرض مسرحي كوميدي رومانسي على مسرح نورث سكوير، مسرحية بتضم عدد من النجوم منهم محسن منصور، توني ماهر، دارين حداد، محمد عز، مروة الصباحي، لميس الشاذلي، وعدد كمان من الفنانين، بالإضافة طبعا لعدد من ضيوف الشرف في المسرحية.
النهاردة عندنا في إطار الفعاليات حدث فني غنائي طبعا، ده غير حفلة القيصر النجم كاظم الساهر، هيكون في أساتذة بيت العود في مشاركة أو مشاركتهم الأولى والاستثنائية بمهرجان العالم عالمين، وده طبعا بالتعاون ما بين وزارة الثقافة والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. هيستضيف النهاردة المسرح الروماني بالمنطقة التراثية بمدينة العالمين حفل فريق أساتذة بيت العود العربي في مشاركة هي الأولى في فعاليات مهرجان العالم عالمين. الحفلة هيقام مساء اليوم الخميس بمشاركة نخبة من أساتذة بيت العود. خليني أعرف الناس أكتر بيهم: محمد يحيى، سلمى مختار، مايكل أنسي، هيقدموا الثلاثي باقة من أجمل الألحان الخالدة من مختلف أنحاء الوطن العربي بإذن الله، منها ذكرياتي وألف ليلة وليلة، طبعا لسيدة الغناء العربي السيدة كوكب الشرق أم كلثوم، كمان مدلي الفنان الكبير سيد درويش، وسهر الليالي، سألوني الناس، نسم علينا الهوى للنجمة الكبيرة فيروز، ونراح منك يا عيني للفنانة الجميلة شادية. يعني مجموعة جميلة وتراثية من أجمل الأغاني المصرية، ما بالك بقى لو بتسمع الأغاني دي في الجو ده، جو رائع انك انت تتذوق الفن على اصوله والذكريات والتراث الجميل مع العود بالتحديد، وانت بتستمتع بالطقس الرائع والجميل في مدينة العالمين الجديدة. وده طبعا من خلال الحفل اللي بالتزامن مع احتفالات بيت العود العربي باليوبيل الفضي لتأسيسه. المهرجان هيكون يوم الخميس والجمعة، من المتوقع أن هو يشهد إقبال كبير من جانب الحضور، وده طبعا واضح جدا في حجز تذاكر حفلة الفنان قادم الساهر، وكمان حفلة كبيرة جدا 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 المفاجأة اللي هنقولها مع حضراتكم إن شاء الله هتكون معاكم يوم الجمعة غدا، الفنانة الكبيرة ماجدة الرومي هتغني على مسرح يو أرينا بكرة الجمعة 19 يوليو من الساعة 10 مساء وحتى الساعة 12 بعد منتصف الليل. لما بنقول ماجدة الرومي على فكرة الكلام ما يختلفش عليها أبدا عن القيصر كاظم الساهر، اعتادت على وجودها في الساحل الشمالي من زمان جدا جدا جدا، أيضا على المسرح الروماني، وكل الأجيال بتروح وبتسمع لها ماجدة الرومي. السحر والجمال، صوتها الراقي الممتع، ما بالك لما بتسمع الصوت ده في مدينة العالمين الجديدة، وزي ما قلت لكم بالطقس والأجواء الخلابة الرائعة، الحقيقة حاجة في قمة الجمال والروعة والرقي. بالفنانة ماجدة الرومي بالفعل وصلت إلى مدينة العالمين الجديدة بالأمس ومتواجدة هناك علشان تبتدي تستمتع بالأجواء الجميلة بداية من وصولها لحد حفلتها يوم الجمعة غدا بإذن الله. بنتمنى لها إقامة سعيدة ومتعة، بنتمنى لكل الفنانين اللي يتواجدوا في مدينة العالمين الجديدة هي يستمتعوا بكل اللحظات الرائعة، لأن هي لحظات ما تتعوضش أبدا. كمان مدينة الألعاب الرياضية بالتحديد كان لها الحظ الأكبر ونصيب الأسد من ضمن فعاليات مهرجان العالم عالمين، لأنه تم تأسيسها داخل المدينة لجميع كافة الألعاب الرياضية، وعلشان تكون ملتقى ونقطة تجمع لكل أصحاب الهوايات. لما يكون عندي هواية من الرياضة اللي بحبها أقدر أن أنا أكون متواجد هناك علشان أمارس الرياضة دي واللي بيقدمها لي المهرجان. ما ننساش أن أهمية المهرجان الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، بيخلي مصر على فكرة من أكتر دول العالم اللي تفخر أن عندها الإمكانيات السياحية دي، بجانب طبعا أن الدولة بتسخر كل الجهود علشان تحولها لأحد من مناطق الجذب للزوار والمستثمرين لإقامة مشروعات رائعة، وبالتالي ده طبعا بينعكس بالإجابة على الاقتصاد المصري. وهنا لما بقول كده اتفرج على نسبة الإشغال المتواجدة في الفنادق هناك في مدينة العالمين الجديدة، الناس مش مستنية المهرجان، الناس مش مستنية المهرجان يبتدي وفعالياته تبتدي، الناس متواجدة وحجزة الإقامة الخاصة بيها. طب تتكلم على ما بقاش في أماكن في الفنادق، لانه الفنادق كلها كومبلي، الفنادق كلها نسبه الاشغال فيها ما شاء الله عاليه جدا جدا جدا، وده طبعا لانه في افواج سياحيه ابتدت ان هي تيجي وتنهال على منطقه العالمين او مدينه العالمين الجديده، وده بيأكد على الاقبال الرائع
مش دولة محددة هي اللي بتيجي، انت بتتفرج على جميع الدول العربية، وايضا بتتفرج على افواج من الصين، من اليابان، من اوزبكستان، بتتفرج على جميع الافواج متواجدة علشان تتفرج على المناظر الخلابة، تستمتع بالجو الرائع. الجميل كمان في المهرجان السنة دي انه مليان فعاليات فنية ورياضية وثقافية بترضي كل الاذواق، يعني انك انت تشوف اللي انت بتحبه هتلاقيه، عاوز تشوفه وتستمتع بيه هتلاقيه. حفلات فنيه لنجوم الغناء طبعا في الوطن العربي، تابعنا حفل الكينج محمد منير النهارده، حفل القيصر كاظم الساهر، بكره الفنانه الكبيره ماجده الرومي، يوم 26 يوليو الفنانه الكبير نجم الجيل تامر حسني، يوم 1 اغسطس حفل الفنان هاني شاكر لمحب الموسيقى، هيكون يوم 2 اغسطس حفل الموسيقار الكبير عمر خيرت، وطبعا اللي شايفينه معاكم على الشاشه ده هو الموسيقار والملحن والموزع مصطفى الحلواني اللي كان متواجد، ودايما على فكره بيكون متواجد في الحفلات، رائع ومصري، ودايما بنستمتع بالموسيقى التصويريه ليه، سواء كانت في الافلام المسلسلات، وايضا بيكون متواجد مع الفنانين في الحفلات علشان نستمتع بالموسيقى الرائعه والتوزيعات الخاصه بيه اللي بتكون مع الفنانين في الحفلات. كمان عندنا حفل الفنان رامي جمال يوم 9 اغسطس، حفل الفنان الكبير عمرو دياب، وبعدها حفل الفنانه ديانا حداد يوم 10 اغسطس، يوم 16 اغسطس حفل الفنان حمزه نمره، طبعا عارفين قد ايه يعني كل الاجيال بتعشقه، وبيكون حفلاته كومبلي بالتاكيد. دلوقتي ادخلوا على موقع تذكرتي، لو لقيتوا حفل، لو لقيتوا تذكره واحده يبقى انتوا ممكن تحضروا الحفله دي، لانها من اجمل وامتع الحفلات في المهرجان. ختام حفلات المهرجان هتكون مع الفنان ويجز يوم 30 اغسطس، كمان حفله بروح الذكريات مع الموسيقار هاني شنوده، فرقه المصريين اللي بترجعنا للحفلات القويه والمميزه على المسرح الروماني بالمدينه التراثيه، هتكون الحفله يوم 27 يوليو. ولو عاوز تتابع انشطه فنيه وثقافيه هتتابع مسرحيه فيلم رومانسي، واللي هتبدا النهارده مسرحيه الستات عاوزه ايه، واللي هتبدا يوم الخميس 25 يوليو مسرحيه السندباد اللي كلمتكم عليها للفنان والنجم الكبير كريم عبد العزيز، يوم 8 اغسطس بطوله كريم عبد العزيز ونيلي كريم، شيماء سيف، مصطفى خاطر، ومسرحيه التلفزيون ايضا اللي هتبدا يوم 15 اغسطس بطوله ايميلي سمير غانم وحسن الرداد، ومسرحيه البنك سرقوه اللي هتبدا يوم 22 اغسطس بطوله اشرف عبد الباقي، كريم محمود، عبد العزيز، وميرنا جميل، ومسرحيه حبيبتي من تكون اللي هتبدا يوم 29 اغسطس باذن الله. كمان بطولة خاصة جدا للمسرحية دي من محمود الغندور، ألحان المهدي، وهالة مرزوق، وكتير من الأحداث الرائعة الفنية، كمان المعارض الثقافية اللي بتقام على مدار المهرجان. ولو عاوزين تتابعوا الفعاليات الرياضية هتلاقي مباراة أساطير الأهلي والزمالك اللي بينتظرها جمهور المهرجان، واللي هتكون يوم 25 يوليو. هتقولوا لي طب قلنا يوم 18، بالفعل، ولكن علشان الناس كلها عايزة تحضر المباراة دي، هتكون إن شاء الله الويك أند القادم بوجود نجوم الأهلي والزمالك علشان نستمتع بمباراة الأساطير كرة القدم المصرية. بطولات تانية في السلة والطايرة والبادل وسباق السيارات والألعاب الرقمية والباراموتر وطيران الشراعي، ده كله بخلاف طبعا الفعاليات الخاصة للطعام ومهرجان الطعام والأطفال مهرجان نبتة، يعني فعاليات مختلفة ومتنوعة وترضي كل الأذواق زي ما قلنا في الأول، طبعا بخلاف الاستمتاع بالشاطئ والطقس والأجواء المثالية والشاطئ المفتوح زي ما قلت لكم، والشاطئ العام اللي هيقدر ناس كتير جدا تروح علشان تستمتع بيه. خلونا نتابع ونشوف. على فكرة أنا بقول لكم جزء كده صغير قوي من الفعاليات اللي موجودة في المهرجان، بقول لكم جزء صغير من النجوم اللي هيكونوا بيقدموا حفلات فيه. على فكرة نجوم كتير جدا ما قلتش أسمائهم، في الفنان تامر عاشور هيكون متواجد كتير كتير كتير، يعني أنا بس كده اختصرت لكم. كل يوم هتلاقونا بنقول لكم مجموعة من فعاليات المهرجان، مجموعة من الحفلات، علشان على مدار 50 يوم تستمتعوا بكل فعاليات المهرجان. مهرجان العالمين في اليوم الثامن في دورته الثانية المميزة جدا، واللي ليها انطباع جيد رائع عند كل الحضور في مدينة العالمين، دايما العالم أعلى مين.
ما تيجوا بقى نروح لكرة القدم، من الفن والمهرجان والمتعة نروح لكرة القدم، وعندنا مؤجلات كاس مصر دور الـ 32، مواجهة نادي الزمالك مع فريق بروكسي الساعة 8 مساء اليوم بإذن الله. المباراة دي هتتلعب على استاد القاهرة الدولي، والمباراة دي كانت من ضمن ثلاث مؤجلات لمباريات دور الـ 32 من مسابقة كاس مصر النسخة الحالية، بجانب طبعا مباريات بيراميدز مع النصر واللي انتهت بفوز فريق بيراميدز 4-0، الأهلي مع الألومنيوم واللي هتقام غدا يوم الجمعة. تعالوا نشوف مع حضراتكم تقرير عن مباراتي نادي الزمالك أمام بروكسي والنادي الأهلي أمام الألومنيوم، ونرجع نكمل مرة تانية. يخوض قطبي الكرة المصرية الزمالك والأهلي مواجهتين مرتقبتين أمام بروكسي والألومنيوم في إطار منافسات دور الاثنين والثلاثين لبطولة كأس مصر. البداية بفريق الزمالك والذي يسعى لاستعادة توازنه بعدما فقد كل حظوظه رسميا في المنافسة على لقب الدوري الموسم الحالي، وذلك عندما يواجه بروكسي على استاد القاهرة الدولي اليوم الخميس في لقاء مكرر من الدور ذاته من النسخة الماضية والتي شهدت فوز الأبيض وقتها 3-2. لكن في هذه المرة يدخل بطل الكونفدرالية الأفريقية اللقاء وعينه على حسم الأمور مبكرا تجنبا لأي مفاجأة قد تجعل أبناء ميت عقبة خارج مضمار أقدم البطولات في الكرة المصرية مبكرا. ويعد الزمالك ثاني أكثر الفرق تتويجا ببطولة كأس مصر عبر التاريخ ب 28 لقبا خلف الأهلي 39 لقبا. وعلى ذكر النادي الأهلي فيختتم منافسات دور الاثنين والثلاثين غدا الجمعة بمواجهة فريق الألومنيوم في لقاء يسعى فيه الأهلي للدفاع عن لقبه الذي توج به على حساب الزمالك بثنائية أفشا وإمام عاشور. ويسعى الأهلي لمواصلة قطار انتصاراته، حيث من المرتقب ظهور العديد من اللاعبين البدلاء والعائدين من الإصابة لإراحة الأساسيين لموقعة بيراميدز الاثنين المقبل، وعلى رأسهم عمر كمال عبد الواحد والمدافع ياسر إبراهيم وكريم ندفيد وآخرين. فهل يلحق قطبي الكرة المصرية بركب الفرق المتأهلة للدور ثمن النهائي أم لبروكسي والألومنيوم رأي آخر في لقاءات مرتقبة في أقدم وأعرق المسابقات في الكرة المصرية؟ النهاردة الزمالك مع بروكسي مواجهة مهمة جدا للمدرب جوزيه جوماز، لأنه في الفترة الأخيرة بدأ أنه يجرب مجموعة كبيرة من اللعيبة الشباب في مباريات الدوري. آخر مباراة تعادل مع بلدية المحلة بدون أهداف، قبلها فاز على طلائع الجيش 2-1 وعلى الإسماعيلي بنفس النتيجة. طبعا بطولة الكاس النسخة الحالية مهمة جدا لأنه نادي الزمالك فقد فرصة المنافسة على بطولة الدوري، لكن كمان التوج بلقب بطولة الكونفدرالية الإفريقية. عاوزين نقول أن الفريقين لعبوا مع بعض في كاس مصر النسخة الأخيرة، فاز الزمالك 3-2، وكان بروكسي على فكره ند قوي جدا، وده بيأكد على انه عنده فريق قوي وعنده سكواد ومجموعه محترمه من اللاعبين. طبعا هنستمتع مع حضراتكم بمباراه اليوم عبر شاشه قنوات اون تايم سبورتس، ونشوف المباراه جوزيه جوماز هيحضر لها ازاي. بالتاكيد يمكن يكون النتيجه كانت مخيبه لامال جمهور الزمالك المباراه الاخيره زي ما قلت لكم امام بلديه المحله وكان تعادل، ولكن يمكن جوزيه جوماز عنده افكار عايز ان هو يبتدي يطبقها مع الفريق بدايه من دلوقتي لحد بدايه الموسم القادم. نروح لمنتخب مصر لكرة اليد واللي هيواجه نظيره السويدي وديا للمرة الثانية النهاردة، ده في إطار الاستعداد لأولمبياد باريس 2024 والمقرر ليها الفترة من 26 يوليو الجاري لحد يوم 11 أغسطس المقبل. انتهت المباراة الودية واللي جمعت المنتخبين مساء الثلاثاء بالتعادل 32-32، ووصلت بعثة منتخب مصر لكرة اليد إلى السويد صباح الأحد علشان يدخلوا في معسكر مشترك مع المنتخب السويدي. طبعا المعسكر ده هيتخلله وديتين مع صاحب الارض استعدادا لدوره الالعاب الاولمبيه باريس 2024. وكانت بعثه منتخب مصر الاول لكره اليد عادت للقاهره قادمه من سلوفينيا في الساعات الاولى من صباح الاربعاء قبل الماضي، ده طبعا بعد التعادل امام المنتخب السلوفيني بنتيجه 27-27 وديا. وتوجه منتخب اليد من كرواتيا الى سلوفينيا الاحد بعد الخساره من المنتخب الكرواتي بنتيجه 36-29 السبت قبل الماضي.
من منتخب اليد نروح للمنتخب الأولمبي واللي بيستعد للمشاركة في أولمبياد باريس. امبارح لعب مباراة ودية أمام المنتخب العراقي وفاز 2-1 في اللقاء اللي أقيم بمدينة بوردو الفرنسية. سجل هدفي منتخب مصر الأولمبي إبراهيم عادل في الدقيقتين الثانية والخمسة وستين، وسيطر منتخبنا الأولمبي على أغلب فترات المباراة، وكان في أكثر من فرصة خطيرة على مرمى المنتخب العراقي. لو نجح لاعيبة منتخبنا في ترجمتها الأهداف كانت النتيجة كمان هتخرج بأكثر من كده لصالحناها بأكثر من هدفين. تشكيل منتخب مصر الأولمبي في ودية العراق كان كالتالي: في حراسة المرمى حمزة علاء، في خط الدفاع عمر فايد، حسام عبد المجيد، أحمد عيد، كريم الدبيس، أما عن خط الوسط فمحمد النيني، محمد شحاتة، أحمد قطة، وكمان في خط الهجوم إبراهيم عادل، أحمد مصطفى زيزو، أسامة فيصل. بنتمنى كل التوفيق للمنتخب الأولمبي بإذن الله يقدموا حاجة محترمة وتليق باسم المنتخب الأولمبي ومنتخبنا المصري في أولمبياد باريس. نروح لفقرة التصريح وتعليق ونشوف أول التصريحات اللي موجودة معانا من الكابتن محمد بركات عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب الأولمبي. بيقول إن الفوز على المنتخب العراقي كان مهم جدا باعتباره التجربة الأخيرة قبل المنافسات الرسمية لأولمبياد باريس 2024. أكد محمد بركات إنه الأداء الفني والبدني أفضل من لقاء أوكرانيا وجميع اللعيبة تألقوا أمام العراق. كمان أضاف وقال سعيد بمستوى النني وزيزو في ظل طبعا انسجامهم السريع مع الفريق والمنتخب كله كان على قدر المسؤولية. أتمنى التوفيق في دورة الألعاب الأولمبية ودعم الجماهير المصرية من أجل إسعاد الجمهور بتحقيق الحلم الأولمبي. بالمناسبة دي عاوزين نفكركم كمان بجدول مباريات المنتخب الأولمبي في أولمبياد باريس. الجولة الأولى هتكون مجتمعة ما بين منتخب مصر اللي هيواجه الدومينيكان 24 يوليو على ملعب لا بوجوار. الجولة الثانية منتخب مصر هيواجه أوزبكستان 27 يوليو على ملعب لا بوجوار. أما الجولة الثالثة منتخب مصر هيواجه إسبانيا 30 يوليو على ملعب بوردرو. وفي النهاية طبعا بنتمنى التوفيق للمنتخب الأولمبي مع جهاز فني بقيادة البرازيلي ميكالي المدرب الكوف الرائع اللي متمسك بكفاءة وبيثق جدا 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 في لعيبته. على فكرة عارف اللعيبة المميزين اللي معاه بيشتغل عليهم وعلى إمكانياتهم وإن شاء الله يشرفوه ويقدموا له حاجة رائعة. مش عاوزين إن احنا يعني ننسى الأسماء كلها، ولكن عاوزين نقول ان كل اللعيبة عليها دور كبير قوي والمدربين كمان والجهاز الفني عليه عامل مهم قوي الخاص بالعامل النفسي ونقل الخبرات كمان المتواجدة كمان مع لعيبتنا سواء اذا كان زيزو او محمد النني. الخبرات اللي عندهم دي عايزين ان هم يبتدوا ينقلوها للجيل المتواجد الحالي يساعدوهم. وجودهم مهم قوي معاهم في الأولمبياد. ان شاء الله نحقق نتائج مميزة جدا في الأولمبياد. تعالوا نروح لاستعداد فرنسا لاستقبال الأولمبياد، وكان في شكوك على فكرة بسبب تلوث مياه نهر السين واللي المفروض ان هو هيستقبل منافسات السباحة المفتوحة. عمدة باريس آن هيدالجو اتكلمت عن اكتر من حاجة، وده كان من اكتر من شهرين، وقالت انه هيتم تصحيح الوضع في النهر وهتنزل تعوم بنفسها علشان تثبت ده للعالم ان هم يقدروا يستضيفوا المنافسات. فعلا عملت كده ومعها توني كمان استعد رئيس اولمبياد باريس. تعالوا نشوف تقرير اللي جاي ونشوف قالوا ايه بعد ما عملوا ده في نهر السين، ونرجع نكمل مع حضراتكم كلام. الماء لطيف للغاية، ليس لها أي طعم للطين على الإطلاق، إنه واضح تماما على الرغم من كل شيء. حتى لو كان لدينا بعض الطقس السيء حتى الآن، ولكن ليس باردا على الإطلاق. كان لطيفا جدا، كان حقا، كان رائعا، لم نرغب في الخروج بعد الآن. إنه لأمر مدهش كما تعلمون، لقد كان حلما بالنسبة لنا، لقد عملنا كثيرا وبجد من أجل ذلك. إنه ليس فقط أن تكون هنا اليوم ونسبح معا، إنه يوم محظوظ،
وسعيد للغاية. إنه أيضا للكوكب كما تعلمون، وللنهر والمحيط. لقد فعلنا ذلك. اليوم هو إنجاز مهم للغاية، لأنه تأكيد على أننا مستعدون للمباريات. إنه رمز رائع في اليوم السابق لوصول الرياضيين الأوائل إلى باريس، أن نهر السين الآن جودة نهر السين مثالية. الآن دعونا نعطي المكان للرياضيين، سيكون إرثا رائعا، لأننا أيضا في هذه العقلية. من المفيد جدا استخدام الألعاب لتحويل مدينة باريس لترك إرث مهم للغاية للناس للحصول على فرصة للسباحة. لذلك نحن سعداء جدا بهذه النتيجة. كان هذا هو الطموح منذ البداية، واليوم هو التشكيل الذي نحن فيه بالضبط حيث أردنا أن نكون. لذا تهانينا للسلطات، لقد قاموا بعمل رائع. بصفتنا اللجنة المنظمة، نحن الآن مستعدون لتنظيم الألعاب في نهر السين. لا أحب لون الماء، وأمل ألا تحصل على بقع غدا أو بعد غد في الوقت المناسب تماما لحفل الافتتاح. هناك أعشاب بحرية، وهذا يعني أن الحياة ستعود. لذلك هذا دليل على أن جودة المياه جيدة. الجميع خائفون من الأعشاب البحرية، ولكن في الحقيقة هذه علامة مشجعة للغاية. لا أعتقد حقا أن السباحة ضرورية عندما تعلم أن هناك ما لا يقل عن 5 حمامات سباحة في كل حي في باريس. فهل نحتاج حقا إلى السباحة في نهر السين؟ لا أعتقد حقا أن هناك حاجة إليها، ولكنها حملة تسويقية لطيفة. العمل في المجال الرياضي مش شرط فيه انك انت على فكرة تكون مارست اللعبة وانك انت تكون لعبتها قبل كده، لانه كتير جدا بيكون في ناس عندها الرغبة في العمل في المجال الرياضي، وده نابع من الاهتمام بالرياضة بشكل عام. في احد شوارع منطقة عابدين طبعا موجود اسلام حسني، شاب عنده 33 سنة، شغال مهنة هي مهنة تصليح الكور من هو صغير مع والده، واللي علمه المهنة دي علمه ان هو يحبها، علمه ان هو يمارسها، وليه حكايات على فكرة كتير قوي مع نجوم كورة في مصر، واتعاملوا معاه وصلح لهم الكور بتاعتهم، وطبعا بالتأكيد عنده ذكريات كتير جدا معاهم. تعالوا نشوف لقاء مع الإسلام حسني ونعرف ازاي بيصلح الكور وايه علاقته بنجوم كرة القدم، ونرجع نكمل كلامنا مرة تانية. فك المهنه دي بداتها من صغري طبعا مع الحاج عم حسني، كنت بروح مع النوادي ومراكز الشباب والانديه، وتعلمت عن طريق الحاج، وطبعا من زمان وانا في المهنه وتعلمتها يعني ورثها عن الحاج والدي، واشتغلت فيها وبرضه قابلتني صعوبات برضه فيها كتير، بس الحمد لله رب العالمين مع الوقت وكل ما بشتغل بكتسب خبره اكبر، وبرضه الحاج برضه خبرته معايا، والحمد لله يعني قدرت اوصل لاعلى حاجه فيها. لا حضرتك ولا عني، هو الحمد لله رب العالمين في المهنه دي الحمد لله ما فيش صعوبات يعني بتقابلني الحمد لله، لان طبعا عندي الحاج اي حاجه بتقابلني بلجا له برجع له على طول، وهو اللي بيقول لي على كل حاجه بصراحه. كابتن ابراهيم نور الدين جالي من فتره، جه اشترى من عندي كاس العالم اللي هو بيتعمل التقليد هنا عندنا بيتباع، جه اشترى مني وخده ومشي توكل على الله. هو في طبعا نجوم نفسي اتصور مع حضرتك، بس هم مش من زمايلي يعني،
يعني مثلا زي الكابتن طبعا ابراهيم سعيد، زي الكابتن متحد عبد هادي، والكباتن الكبير طبعا كابتن محمود الخطيب برضو انا قعدت معاه شخصيا وانا صغير، كنت واقف مع الحاج في الاكاديميه بتاعته اللي في مدينه الرحاب، وقابلته وشفته وسلم وسلمت عليه، وقعدت معاه شخصيه طبعا محترمه وحاجه فوق الوصف بصراحه. والله حضرتك انا عندي الزبائن كلها مهمه، ومفيش حد اهم من الثاني، ان طبعا ده في الاول وفي الاخر ده شغلي، وانا ببقى مهتم بالشغل اكتر من اي حاجه تاني. والله احنا بدانا المهنه دي سنه 69، يعني من 55 سنه. كنا الاول قبل ما نعمل الكوره التصفيه دي كنا احنا بنصنع كور جديده على ايدينا، خياطه يدوي. وبعد كده بدانا ان احنا لما الكوره ما بقتش تعيش قوي والاستيراد فتح وساع الكوره بتاعت بره بقت جودتها اعلى شويه، بدانا بقى ان احنا نصلح، واخد اسلام معايا وهو صغير بشربه المهنه، لحد ما لفينا ملاعب مصر كلها، يعني لحد مثلا الكابتن محمود الخطيب رحنا له مدينه الرحاب صلحنا له كور، لحد دلوقتي هو اللي عندي طلبيه حتى بتاعت الشبكه لسه هسلمها له كمان 3 4 ايام. طبعا اللي بيكلمني اللي هو الاداري هو اللي بيكلمني على تسليم الشبك وتسليم بتاع، وحتى هو ليهم عندنا 10 كور بقالهم 5 سنين او 6 سنين بتوع الكابتن محمود، المفروض ان هو يستلمهم حتى مع الشبكه اللي هياخده الاسبوع اللي جاي. فانا حصل لي الشرف ان انا رحت وقابلت الكابتن محمود وقعدت معاه، حتى في نفس اليوم ده كان في ذكرى، كان في وفاة كابتن عبد صالح الوحش، وانا قابلته في اليوم ده ورحت له هناك وبتاعه، واتفقت معاه ان انا هعمل له شبك. لحد دلوقتي هو بياخد مني الشبك من نفس الميعاد ده، كل سنه بياخد طريحه جديده. لسه عندنا كلام كتير وتفاصيل اكتر، وبالتاكيد اخبارنا الرياضيه، ولكن بعد الفاصل في صباح اون تايم، انتظرونا. عودة لحضراتكم مشاهدينا مره تانية، لسه مستكمل معاكم باقي فقرتنا في صباح اون تايم، وصلنا معاكم لاهم اخبارنا في فقره اون فاير نيوز. نبتدي معاكم أول أخبارنا من عند كأس الرابطة، واللي أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة موعد إقامة مباراة نهائي بطولة كأس الرابطة موسم 2023-2024 اللي هتجمع ما بين فريق طلائع الجيش وسيراميكا كليوباترا حامل اللقب. بيقام نهائي بطولة كأس الرابطة اللي نسختها الثالثة يوم الأربعاء الموافق 7 أغسطس المقبل في تمام الساعة 9 مساء على استاد الدفاع الجوي. نهائي كأس الرابطة كان محدد إقامته يوم 24 يوليو الجاري باستاد الإسكندرية، ولكن تم تأجيله. نروح معاكم لأخبار القلعة الحمراء، النادي الأهلي، ونبتدي من عند أمير توفيق القائم بعمل المدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم ومدير التعاقدات، واللي أعلن عن تعاقد النادي مع يوسف أيمن لاعب الدحيل والمنتخب القطري لمدة عام على سبيل الإعارة. أضاف إلى النادي طبعا كافة الإجراءات اللي عملها أمير توفيق خلال الأيام اللي فاتت المالية والإدارية في الشأن ده، وكمان هينضم اللاعب لتدريبات الفريق الأول وفقا لرؤية مارسيل كولر المدير الفني للفريق، وقدمت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي يوسف أيمن صفقة الفريق الجديد بطريقة زي ما حضراتكم شايفين على الشاشة تحمل العديد من الذكريات للاعب لما كان صغير، ورحبت الصفحة الرسمية باللاعب ونشرت صورته لي أو الصورة الخاصة به وكتبت عليها مرحبا بيك في نادي القرن، حلم الطفولة يتحقق، يوسف أيمن أهلاوي. بنقول طبعا للاعب ألف مليون مبروك وللنادي الأهلي، وإن شاء الله يكون اللاعب إضافة للقلعة الحمراء. نروح لمحمود متولي لاعب النادي الأهلي، وقال الدكتور أحمد جبلة طبيب الفريق إن محمود متولي مدافع الفريق يعاني من إصابة بشد في العضلة الضامة وتعرض إليها أثناء مشاركته في التدريبات. أوضح جبلة إنه اللاعب خضع للفحوصات الطبية اللازمة وبدأ تنفيذ البرنامج التأهيلي على هامش المران الجماعي. أما بقى عن لاعب خط الوسط أليو ديانج، اتفق مسؤول النادي الأهلي مع مسؤول نادي الخلود السعودي على تأجيل انضمام اللاعب المالي أليو ديانج إلى ما بعد انتهاء من مباراة بيرمز في الدوري يوم الاثنين اللي جاي، ده في ظل الحاجة لجهوده في تلك المباراة على أن يتم تأخير انضمام اللاعب لمعسكر فريقه الجديد في تركيا ضمن التقدير لخوض منافسات دوري روشن. كما تواصل مسؤول النادي الأهلي مع مسؤول الخلود السعودي واتفق بشكل ودي على تأجيل انضمام ديانج، كذلك
تأجيل إعلان التعاقد مع اللاعب لما بعد الانتهاء من مباراة بيراميدز. طبعا الصفقة تمت بعد موافقة الأهلي على إعارة ديانج مقابل 600 ألف دولار بدون وضع بند حقية الشراء من قبل النادي السعودي عقب نهاية مدة إعارة اللاعب. نروح معكم لأخبار القلعة البيضاء نادي الزمالك. نبتدي من عند إبراهيم ناداي. زي ما حضراتكم عارفين خلال الأيام اللي فاتت كان مجلس الإدارة ابتدى أن هو يلمح أو يعلن على أنه إبراهيم ناداي مش هيستكمل مسيرته مع نادي الزمالك. بعدها تألق اللاعب داخل المباريات وأحرز أكثر من هدف وكمان أكثر من أسيست. كل الحاجات دي غيرت حسابات نادي الزمالك اللي ابتدوا أن هم يفكروا إزاي يجددوا التعاقد مع إبراهيم ناداي ولكن يخفضوا عقده. نائب ناداي اللي حصل معاه او الجديد اللي حصل معاه ان هو انقطع عن التدريبات. ليه؟ علشان متضايق انه ما اخدش مستحقاته. بالفعل ابراهيم ناداي تواصل مع وكيله علشان يجي القاهره ويحل الازمه بقى مع مجلس الاداره لانه عنده مستحقات متاخره مع نادي الزمالك. اللاعب ليه حوالي 700 الف دولار عند النادي وده طبعا بجانب فسخ عقده مع نادي الزمالك. انقطع ابراهيم ناداي زي ما بقول لكم تماما عن التدريبات وده في الايام اللي فاتت بسبب ازمه المستحقات على الرغم من انه مجلس الاداره وعده ان هو هيحصل على مستحقاته وانه اللاعب رفض انه يستكمل الموسم ده بسبب مستحقاته المتاخره. مجلس الاداره استقر منذ فتره على بقاء اللاعب ولكن زي ما بقول لكم بشرط انه يخفض عقده مع النادي بنسبه 50%. هل اللاعب هيوافق ولا لا؟ ده اللي هنشوفه وهنعرفه. وهم عايزين ان هو يحصل على مليون دولار في الموسم وهو المبلغ هو بالفعل بياخد مليون دولار وده المبلغ اللي مجلس الاداره شايف انه المبلغ ده كبير جدا. نروح لخبر تاني والمره دي من عند محمد عواد حارس مرمى نادي الزمالك. رفض مجلس اداره نادي الزمالك ايضا يعني بصوا بقى فكره العقود وان ابتدى مجلس الاداره يكون ليه اكتر من تعليق على عقد اكتر من لاعب. مساله ان هم يوافقوا لمحمد عواد ان هو يحط شرط جزائي في عقده ده مرفوض. يعني فكره ان هو في حاله تجديد عقده مع النادي في امور كده معينه لازم يكون محطوطه. رفض المجلس الموضوع ده علشان لا يكون الشرط الجزائي ورقه ضغط من اللاعب علشان ان هو يمشي من النادي في اي وقت وده وقتها هيسبب ازمه كبيره جدا في مركز حراسه المرمى. مجلس الاداره رفض ايضا انه يتخطى عقد محمد عواد مبلغ ال 12 مليون جنيه في الموسم اللي هو هيتعاقد عليه ده في حاله اتمام تجديد عقده لانه طبعا محمد عواد كان عقده كبير جدا في مجلس الاداره الجديد. ليه تعليق على العقد ده وشايف انه المبلغ كان مبالغ فيه قوي وانه لازم يتم تعديل العقد باللي بيتناسب مع خزينه النادي او اللي ما يكلفش خزينه النادي في التوقيت الحالي. وكمان كشف مصدر داخل نادي الزمالك ان البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني تحدث مع مجلس الاداره في ملف الصفقات بشكل عام. بقى طبعا بيحتاج هو صفقات معينه ده في فتره الانتقالات الصيفيه عشان يدعم صفوف الفريق. كشف مصدر داخل الزمالك انه جوميز طلب التعاقد مع 8 لعيبه في نهايه الموسم وكمان تحدث المجلس معاه على انه يتم التعاقد مع 4 صفقات سوبر بالاضافه لعوده الثلاثي حسام اشرف احمد محمود ماجد هاني وعدم تجديد اعارتهم في الانديه اللي بيلعبوا فيها حاليا وانه مع الصفقات الاربعه اللي طبعا هيوقعها المجلس هيكون عدد اللعيبه اللي بيدعمون الفريق 7 لعيبه. وكمان المصدر بيقول ان مجلس الاداره بيسعى لاقناع المدرب البرتغالي بالاقتراح ده في الايام اللي جايه خاصه وان الاداره تعاقدت مع عدد كبير من اللعيبه في يناير اللي فات. مشاهدينا بعد ما تعرفنا معاكم على اهم وابرز اخبارنا هنناقش طبعا الاخبار دي ونتكلم في الجانب الفني والتحليلي اكتر مع ضيفنا اللي هيكون منورنا بعد الفاصل الاستاذ عبد الحميد فراج الناقد الرياضي في صباح اون تايم. انتظرونا بعد الفاصل.